مشاهدي الفضائي السورياني سورويو تي في اللي بتبث من السويد الى العالم، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامجنا من لبنان. من لبنان اليوم رح نتعرف على ثالث معلم سياحي ديني بلبنان الاشهر، وهو دير سيده النوريه. هالدير يقال عنه انه مقصد للمؤمنين من لبنان ومن العالم يلي بيسكنوا لحتى يسمعوا صوت الله، لحتى يسمعوا كلمه الرب الاله، لحتى يوفوا نذورات معينه. هالدير يعتبر مبارك لأنه بيفرض على كل زائر الخشوع، وأيضاً بيشعر فيه الإنسان بأنه بأرض مقدسة، بأرض ترتاح فيها النفس المؤمنة والمتعطشة لكلمة الله. بهالأرض أيضاً يقال أنه في أعجوبة أسطورية للسيدة العذراء والدة الإله، هي يلي ضوت بالقرن السادس عشر طريق البحارة يلي كانوا يعبروا بالبحر الأبيض المتوسط. كانت العذراء بوقتها عم بتضوي الجبل اللي يعرف باسم رأس الشقعة بنطاق بلدة حماة الشمالية بجبل لبنان بليلة من ليالي العواصف. يقال انه هالأسطورة الشعبية يلي بيرددوها دايما المؤمنين عن سيدة النورية بانه هي يلي ساعدت انه الذاكرة الشعبية تحفظ كارثة الزلزال الضخم يلي حصل تحت سطح البحر، محدثاً موجة المد الهائلة يلي دمرت جزء كبير من بيروت وغيرها من المناطق الساحلية، تحديداً بالعام 551. رح نسمع قصة هالأسطورة من رئيس دير سيدة النورية حضرة الأرشمندريت جورج صفيتي، يلي رح يخبرنا تفاصيل وتواريخ محددة كيف انبنى هالدير، وكيف العذراء عملت معجزة يومها وقدرت الذاكرة الشعبية تحفظ هالأيقونة، أيقونة سيدة النورية. هذا الدار اسمه دار سيدة النورية، معروف شعبيا، ولكن هو على اسم سيدة البشارة، بشارة العذراء. وهذا الدار بدأ ببداية القرن السادس، يعني حوالي سنة 510 520 بهالوقت، وبلش من تحت من المغارة. هذا هون محل ما نحن واقفين، حديث منو قديم كتير، عمره حوالي 150 سنة تقريبا هي. لكن المغارة هي اللي عمرها كتير، يعني من سنة 500 وشوي. والمغارة إلى قصة إنه في أحد المتوحدين يلي اسمه عبد المسيح الأنفاوي من أنفي، هذا كان يشتغل بالزوارق على شاطئ البحر مع واحد يوناني عدة سنوات، بعدين فصل هوية، كل واحد أخذ حصته، وهو التجأ إلى أحد أديار فلسطين، دار القديس سابا، قعد فيه كم سنة ورجع إجا لهون لعند أهله على أنفي حتى يودعن ويروح يلتجئ للدار نهائيا. فوقت اللي كان هون عند أهله بأنفي صار يتردد على هالمغارة اللي موجودة تحت. في أحد المرات هو بهالمغارة هيك كأن بتوحي له العذراء بيطلع صوب البحر،
بلاقي في شخص عم بيحاول يخلص حاله على خشبة يسبح بالماء، بينزل هو بيساعده بيطلع، هذا بيقول له هذا الإنسان بحياتك أخي خدني لعند هالمرأة يلي شفتها لابسة ثوب من نور وسمعت عم تقول لي لا تخاف أنا معك. قال له هيدي أمنا العذراء، هذا هالجبل هون لإلها وأنا عم بصلي لها قاعد بهالمغارة، اطلع اطلع معي. بيطلع بيقعد هو بهالمغارة. هذا مين بيكون هالشخص؟ هذا بيكون ابن وزير بالدولة الرومانية، ابن وزير له قيمته مركزه بالقسطنطينية، وهذا عنده ولدان يوحنا وأركاديوس، هو اسمه كزينفون. بقى باعت ولاده حتى يتعلموا مدرسة الحقوق ببيروت، كانت مدرسة الحقوق بذلك الأيام أشهر مدرسة بالشرق تقريبا، ونحن بنعرف أنه مدرسة الحقوق نهائيا تهدمت بسنة 550-555 بهالزلازل يلي اجت على الشاطئ اللبناني وهدمت كثير من المدن يعني، فانتهت نهائيا بهالوقت. فهنو جايين بعتهم مع خادم حتى يتعلموا بالمدرسة، وقت وصلت الباخرة قرب طرابلس قرب هالراس هوني يلي اسمه رأس الشقعة، هبت عليها عاصفة وقلبتها بالبحر، صاروا هالركاب يحاولوا كل واحد يخلص بطريقة من الطرق. فهذا الشخص يلي اسمه يوحنا تهدى بخشبة واجا لهون على هالمنطقة، وخيو أركاديوس أدفوا الموج صوب جهات أنطاكية. فالمهم طلع هو وقعدوا بهالمغارة وصاروا يصلوا للعذراء وبقيوا مدة طويلة بعد مدة حوالي 20 سنة قال له روح تنروح نزور الأماكن المقدسة، لأنه أنا كنت زرتها وقعدت سنتين بدار القديس سابا، وهلا أنا بدي أروح أرجع التحق نهائيا فيه، روح تنروح نزور الأماكن المقدسة. هلا من ناحية تانية بيرجع الخادم يلي كان جايبهم بفتش عليهم ما بيلاقيهم، بيرجع بخبر معلمته هنيك بالقسطنطينية، بتزعل كتير هي وبتخبر جوزها، بيزعلوا هن يعني بيترك شغله وبيحطوا أيقونة العذراء بأسرهم وبيقعدوا بيصيروا يصلوا قدامها ويطلبوا من الله حتى الله يرحم ولديهم. هلا بعد مدة كمان حوالي 20 سنة قالت له المرأة للرجال، قلت له يا رجال نحن صرنا هلا كبار واحد، روح نحج على الأماكن المقدسة، نزور كنيسة القيامة، نزور قبر المسيح محل ما هو كان. كمان بيروحوا. هلا بتوصل المرأة بدها تفوت على باب كنيسة القيامة بتلاقي في شخص يعني راهب أو خوري واقف على باب الدار، بتشيل بتعطيه، عم تحاول تعطيه مصاري، بتقول له يا أبتي صلي حتى الله يرحم ولدي. هذا مين بيكون؟ هذا بيكون القديس سابا. فهو بإلهام من الروح القدس بيعرف القصة يعني، بيعرف كل ال، بيقول إن شاء الله بتشوفي ولديك، بتقول له أنا إن شاء الله يمكن شوفهم بالقيامة يمكن ما شوفهم، بيقول له لا إن شاء الله بتشوفين قريبا وتشوفين حيين طيبين. فبيلتقيوا كلهم هنيك. شو بيعمل هلا القديس سابا؟ بيوعز إلى الرهبان اللي عنده اللي حواليه هنيك، بيقول لهم اعملوا لي سفرة بالدار القريب هوني، بدي أعزم ناس على الغداء. كله هذا بإلهام من الروح القدس عم بيتصرف. فبيعزم الناس الموجودين هنيك، تفضلوا تغدوا هون عندنا بالدار، وبيقول لهم اعملوا لي طاولة حطوا عليها 4 كراسي، كرسي هون كرسي هون كرسي هون كرسي هون. وهلا بنفس الوقت إجا الأخ الثاني يلي هو أركاديوس، كمان نفس الوقت بيكون هنيك، بحط القديس سابا البي والأم بين بعضهم والخي والخي، وبيقعد هو ورهبانه وعبد المسيح على طاولة تانية، بيصلوا على الأكل مثل ما عادة بيعملوا المسيحية، بيصلوا على الأكل وبيقول لهم بترجيكم ما حدا يحكي ما حدا خبرنا يا يوحنا شو قصتك. يوحنا هو الشخص اللي رايح مع عبد المسيح يعني، بيقول له خبره، بيقول له انه يا أبتي انا ابن وزير روماني، بعتني بي من 20 سنة حتى اتعلم بمدرسة الحقوق ببيروت، وهبت علينا عاصفة وغرقنا بالبحر وانا صرت حاول خلص حالي وجيت وهالشخص هذا خلصني بمكان معين من هلا عم يسمعوا هن الباقيين. بعد ما يخلص بتقول له البي والام، بيقول له انت مينك يا شخص؟ بيقول لهم انا يوحنا ابن كزينفون،
خي أركاديوس وأمي ماريا. بيقولوا لي ما أنا ماريا وأنا زينوفون وهذا أركاديوس، وبيصير هاللقاء بين العائلة بهالصورة المفاجئة يعني بوسط القديس سابا. هلا القصة بتقول إنه بيرجع الأخوين هون مع عبد المسيح على هالمغارة، والبي والأم بيبقوا عند القديس سابا، البي بيروح على الأديار الرجالية، الأم بتروح على الأديار النسائية. وبيرجعوا هون بيعيشوا، هلا هون ما بنعرف نعرف شيء، بصير الناس تتردد عليهم، الناس تنضم لإلهم، الناس تتفرج عليهم بهالشكل، حتى مثل ما يعني بيذكر القصة إنه في أحد مطارنة حلب المتقاعدين إجا حتى يزور الأماكن المقدسة. هذا بحوالي سنة 545-550 هيك. وكان على طول على الطريق يكتب للرعية تبعه، يقول له أنا محل فلاني، أنا زرت الأماكن المقدسة، زرت قبر المسيح، أنا جاي على الطريق، بيوصل لهالمنطقة هون بيمرض، بحول على هالدير. بيقول له إنه أنا آخر مكتوب رح أكتب لكم إياه، أنا هلأ أنا مريض وموجود بدير رهبان أم النور. بيصف لهم الدير كيف هو، إنه هو عبارة عن مغارة ببطن جبل، في مكتبة كثير كويسة، في رهبان قليلين، في فرن، في يعني بيصف لهم هيك هالأشياء. ساعتها ما بعيد نعرف شيء نحن، حتى بيجي نهاية القرن التاسع عشر بيكون في مطران على لبنان وبيروت، كان بعد ما صار في أبرى شيء جبل لبنان، مطران على لبنان وبيروت هو المطران إفرائيل شتيلة، بيزور هالدير هنيك وبيلاقي انه المكان ضيق كتير، ما في يعني ببطن جبل ما في، لا بيطلع لهون بيشوف هالارض هون المبسطة، وكانت الاراضي بهذيك الايام بايد الدولة، بسموها اراضي اميرية، يعني هاللي الدولة كانت تعطي مثلا هالمساحة من الارض لاشخاص يشتغلوها انتو كذا سنة وتكتب لهم اياها. وهكذا طلعوا الرهبان من تحت صاروا يشتغلوا هون بهالارض، وهو عمر هالدير الموجود هلا اللي احنا موجودين فيه عمره بسنه وحده. هيدي نظام الابنيه بالاديار كلها، بس تفوتي على دير بتلاقي في ساحه رئيسيه، ودير من دار هالساحه فيها الغرف، واذا كان في طابق ثاني في الغرف المنامية اللي هن بيكونوا الرهبات او الرهبان بيكونوا بعاد عن اماكن الضجه والواحد. وإذا صار في مناسبة بالدير عيد أما شيء واحد، الناس بتتجمع أكتريتها بتتجمع بالساحة وبالكنيسة وبالساحة بيكونوا. هلأ مثلا هذا الدير عم يصير في عنا نحن أعراس وفي عنا عمادات، الناس بعض الناس بيفوتوا الجوة على الكنيسة وأكتريتهم بيبقوا بالساحة. معروف بدير سيدة النورية المغارة العجيبة حيث ظهرت العذراء فيها للبحارة، نقدر نوصل عبر مدرج بيتبع انحدار الجرف الصخري عند نهاية السبيل، ممر مسقوف قصير بتحد فيه من الجانبين بضع صوامع رهبانية، وإلى اليسار نبع مي. المغارة موقعة مباشرة خلف الصوامع، وهي مزودة بباب ونافذتين وببضعة مقاعد بتواجهه مذبح صغير. تحتوي أيضا المغارة على عدد من الأيقونات الأرثوذكسية البيزنطية الحديثة، من بين أيقونتين للعذراء سيدة النورية. كمان بالزاوية الداخلية هناك درجات بتقود المؤمن نزولا إلى تجويف أرضي، كانوا يقولوا إنه منه طلع شعاع النور يلي قدر يدل البحارة على بر الأمان وقدر يهديهم على الطريق الصحيحة ويقدروا يوجدوا كحيين يرجعوا إلى عائلاتهم وإلى أهاليهم. من هالمغارة العجيبة دايما الصلوات بتبقى مرتفعة إلى العلا لحتى الرب يسمع النداء، يسمع الصوت ويقدر يلبي كل ما هو مطلوب من المؤمن بأنه يرجع إلى النبع الحقيقي كلمة الله. المغارة
الغارة هي عبارة عن حنوة بقلب الجبل، وعاملين لحيط من هون وباب، وفي موجود يعني مثل كأنها كنيسة، في مذبح، في ملوكي عاملين جديد حاطينه فيها، فيها أيقونات، فيها جرن معمودية، فيها وفي غرف كانت مهدمة حواليها يعني، وحاولوا من شي 20-30 سنة حاولوا يرجعوا هالغرف يرمموها ويساعدوه يعني حتى يعني، ولكن ما كفوها، عملوا نصها تقريبا لحديت العتابة للباب وللشبابيك وتركوها، ما إلى سطوح ولا اكتملت يعني. بس الظاهر يعني انه ما في بحث وتنبيش كثير عن هالوحدة. الظاهر انه في عدة، كان تقريبا مجمع، في كنيسة في حوالي عدة قلالي للرهبان اللي كانوا يعيشوا فيها، وفي فرن وفي مكتبة، وفي كل الأديار تقريبا مبنية من حجر يعني، حجر يمكن يا حجر رملي يا حجر صلب أبيض يا حجر أسود، وعادة هذا من ناحية الجمالية يعني، هالأناطر الموجودة هي اللي بتجمل المدخل. كنيسة دير سيدة النورية هي كنيسة مكرسة على بشارة والدة المسيح من قبل الملاك جبرائيل، وهي بتتألف من صحن واحد والإيكونوستاس من الرخام الأبيض، وهي من الأنماط الرومية البيزنطية والروسية الأرثوذكسية. ترجع الكنيسة إلى أوائل القرن العشرين. على جدران الكنيسة أيقونات مثل الصلب والعذراء الجالسة على العرش حاملة بين إيديها المسيح، وأيقونة ثلاثية بتمثل العذراء الحنوني. أما أكثر ما يلفت الانتباه بأيقونات الكنيسة فإلى كلا جانبي المدخل أيقونة لسيدة النورية، وإلى يمين الباب الملوكي ويساره رفعت أيقونة المسيح والعذراء مريم كما هو معروف تقليدياً. الكنائس الأرثوذكسية مثل ما شايفينها في صحن الكنيسة، بيبقى في حائط بسموه هذا الإيكونوستاس يعني حامل الإيقونات، وورا بيبقى في الهيكل قدس الأقداس بسموه. عادة على الإيكونوستاس بيكون في ثلاث إيقونات ما بيتغيروا، يلي هن السيد والسيدة ويوحنا المعمدان، والإيقونة اللي بتكون حد السيدة هي هيدي اللي بترمز الى الكنيسه او بتبقى حامل اسم الكنيسه. هون اذا بتطلعوا بتلاقوا في ايقونه البشاره حد السيده. اذا كان مثلا ايقونه القديس جورجيوس بيكون اسم الكنيسه على اسم القديس جورجيوس، اذا كانت ايقونه مارليس بتكون على اسم مارليس، وهكذا يعني. وبعدين بيقدر واحد يوزعها بشكل مرتب، بيشوف شو الايقونات الموجوده بيحطها على الحيطان وعلى حتى تطلع الكنيسة يعني حلوة وجميلة. هذه الأيقونة العجائبية اللي هي الأيقونة الموجودة على الحائط ورانا، هذه صورة عن الأساسية، عن الأصلية. الأصلية موجودة بمتحف مطرانيط بيروت، يعني قيمتها مهمة كتير. وهذه الأيقونة سرقت شي مرة مرتين ورجعت الانتربول جابها، فلهالسبب محطوطة بكنيسة بيروت، لأنه بالأول ما كان في أبرشيد جبل لبنان لوحدها. أبرشيد جبل لبنان أسست بسنة 1901 بهالشكل، فكانوا كله تابعين بيروت ولبنان، كان هيك اسم الواحد. فهذه الأيقونة الأساسية الصغيرة الموجودة على الحائط. طبعا الايقونه بيكون في الفان تبعها بيكون يعني هي على خشب،
وهالخشبي بيجوا بيشتغلوا عليها يعني عده اوقات حتى بيدهنوها مثلا ويخلوها ترتاح، بيرجعوا يدهنوها زيت، بيدهنوها مثلا اصفار البيض وحتى تصير جاهزه للرسم. وبعدين بحطوا الايقونه اللي بدهم يرسموها وبلشوا يرسموا على مرات بيكون رسمين الايقونه رسمينها على القماش وبيلبسوها على الخشبه حتى مرات على الحائط راسا الفريسك بيعملوه على الحائط راسا، بكون الحائط مجهز ومهيئ حتى يرسموا عليه. وفي كثير ايقونات يعني في كثير اديار وكنائس وحيطان فيها فريسك يعني. هيدي هالمساحة اللي قاعدين واقفين فيها نحن، هيدي بنسميها، هيدي كانت غرفة فتحناها على الكنيسة، يعني فينا نسميها هيدي غرفة المعمودية لأنه فيها جرن المعمودية، فيها الرسم اللي فوق الجرن هو عماد السيد مثل ما شايفين، وفيها عدة رسومات لقديسين مختلفين. هيدي ملحقة بالكنيسة، ما أنا بالأساس يعني، هيدي غرفة وفتحنا نحن الحائط بينه وبين الكنيسة حتى نتوسع شوي عن هيدي بسموها، خلينا نسميها إنه هيدي غرفة معمودية. بعدين عندك صحن الكنيسة من أول ما تفوتي لحديت الأيقونوستاس، بعدين في الأيقونوستاس هو الحاجب يعني اللي بيحجب بين صحن الكنيسة والقدس الأقداس الهيكل. الهيكل جوا في المائدة وفي المذبح يلي تنعمل عليها الذبيحة، والمائدة يلي تنحط عليها الذبيحة بعدين بحسب أصول القداس الإلهي وقت اللي بدهم ينقلوا الذبيحة من المذبح إلى المائدة. هذا قدس الأقداس ما في حدا يدخل عليه إلا الكاهن واللي بده يعاون الكاهن، ما في بقية الناس يعني بتقف بصحن الكنيسة فيها تزور الأيقونات وتطلع فيها يلي هن موجودين بصحن الكنيسة. كل الاشياء بتزول، المؤسسات، المنظمات، النوادي، الجمعيات كلها سوا بتروح، بس الكنيسة هي بتبقى، لأن الكتاب بيقول إنه يسوع في وسطها فلن تتزعزع. الكنيسة باقية على طول، وهي هي موقع الخلاص للبشر. هالسبب شو فيها على طول شامخة الكنيسة، ما بتركع، ما بت، وفيها رجاء وفيها محبة لكل الأشخاص يلي بيزوروها وبيجوها. وهذا هالدار مشهور يعني، هو دار بيجي بالدرجة الأولى بلبنان، بالدرجة الأولى من ناحية الزيارة عند الروم الأرثوذكس، بيجي ثالث درجة بلبنان بشكل عام يعني بعد حريصة وبعد مار شربيل. فإن شاء الله بيجينا ايام كثير 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 تكون حلوه، تروح هالجائحه اللي عم تعذب العالم كله وعم تعذب اللبنانيه حتى ترجع الكنيسه كمان تنتعش والناس تدل على طول يعني انه تزور هالكنيس ويدل عندها الامل وهالرجاء بالرب يسوع. جولتنا بأرجاء دير سيدة النورية للروم الأرثوذكس ببلدة حمات بشمال لبنان انتهت لليوم، ولكن من خلالها تعلمنا عبر كتير، خصوصا المقولة والآية اللي بتقول اصبروا حتى منتهى الدهر، طوبى لمن يصبر، طوبى لمن يتحمل، لأن الرب وعدنا بأيام مليانة من خيراته الأبدية. بهالدير يلي شامخ شموخ الأرز
منشوف قبة الدير يلي مرتفع عليها جرس الدير يلي دايماً بدق حتى يضل يقول رح تبقى جراسنا مرفوعة، رح تبقى يعني رجائنا وإيماننا المسيحي قوي لا يتزعزع رغم كل العواصف. ونرجع نتعلم العبرة يلي صارت بالأعجوبة اللي صارت مع البحارة مع والدة الإله يلي أنقذتهم بليلة عاصفة بليلة شديدة الأسى، قدرت تفرجيهم حضور الله الخالق وقدرت تعطيهم الأمان. نحن كمان اليوم نطلب الأمان للبنان وللعالم، نطلب السلام. ومنرجع منذكر أنه رح نضل نقاوم نصمد نصبر رغم كل الاضطهادات رغم كل الظروف الاستثنائية والصعبة لأنه إيماننا ورجانا المسيحي لا يتزعزع. بدي أشكركم مشاهدي الفضائية السوريانية سوريو تي في على متابعتكم لبرنامجنا. أكيد ملتقانا الأسبوع المقبل بضيعة جديدة أو بدير جديد أو بمعلم سياحي جديد من لبنان. إلى اللقاء.